السؤال الثاني يقول: من الثلاثة الذين خلفوا؟ هم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك و مرارة بن الربيع وكعب بن مالك والثالث غاب عني اسمه، وهم خلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا من غير عذر وندموا وتابوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم من باب الردع لهم لأنهم ليسوا منافقين. الله أكبر. أما المنافقون فقد أعرض عنهم عليه الصلاة والسلام، أما هؤلاء الثلاثة فلأنهم من المؤمنين الصادقين وارتكبوا هذه المعصية هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم زجرا لهم حتى تاب الله عليهم وأنزل توبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا. نعم.